أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أهم وآخر الأخبار الرياضية في ليف سبور. انشر موقع فوتبول داتا اليوم الترتيب الشهري للأندية العالمية والإفريقية لشهر جويلية 2022، وكان جاء ترجي الرياضي التونسي في المرتبة الخامسة إفريقيا و138 عالميا، في حين تصدر النادي الأهلي المرتبة الأولى إفريقيا و63 عالميا برصيد 1671 نقطة. نكملوا مع الترتيب لبقية الأندية التونسية، وان يحتل النجم الرياضي الساحلي المركز 14، النادي الصفاقسي المركز 19، النادي الإفريقي المركز 34، والاتحاد المنستيري في المرتبة 39 إفريقيا. في أخبار الأندية التونسية، فإنه حددت لجنة الاستئناف يوم الخميس موعدا للنظر في طعن النجم المتلوي لقرار لجنة التأديب، وباش تدور الجلسة بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم نص نهار وفقا للمراسلة اللي كانت لقاها النجم المتلوي اليوم. وخلينا نذكره أن النجم المتلوي رفض قرار لجنة التأديب القاضي بإجراء مباراة فاصلة مع أمل حمام سوسة من أجل ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. أكد المدرب السابق للأهلي المصري حسام البدري أنه اعتذر عن تدريب الاتحاد المنستيري بسبب الاختلاف في وجهات النظر، وكان أكد البدري أنه عنده عديد العروض من فرق عربية ومن بينها وفاق ستيف الجزائرية. أكدت الهيئة المديرة لاتحاد تطاوين في بلاغ كانت نشرته على صفحتها الرسمية أنه نظرا لعدم ورود مطالب ترشح لعضوية الهيئة المديرة، فإنه تقرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية للمرة الثانية إلى يوم 30 جويلية 2022، على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم 26 جويلية 2022. كشفت الهيئة المديرة للملعب التونسي على التركيبة الكاملة للإطار الفني اللي تتكون من إسكندر القصري مدرب أول، المدربين المساعدين مهدي بن حسين ونبيل العموري، المعد البدني نبيل العموري زاد كيف كيف، ومدرب الحراس باش يكون عثمان الخزرية. في نقلب الاختصاص نمشيه لكرة اليد، وين يواجه اليوم منتخبنا الوطني لكرة اليد منتخب الرأس الأخضر انطلاقا من الخمسة متاع العشية في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وكان منتخبنا الوطني فاز في المباراة الأولى أمام نيجيريا بنتيجة 30-18. نختم أخبارنا الرياضية بمعلومة صحية، تساعد الرياضة في حماية الجسم من عديد الأمراض أهمها الجلطات والتصلب الشرياني، كما تساعد في تحسين الدورة الدموية داخل الجسم. كانت هذه أهم وآخر الأخبار الرياضية. نذكركم أخبارنا ديما متواصلة على سيتم تعنات رواد بلوفي الحياة فام بونات. أجمل تحيات حسام الرابحي وبقية متابعة طيبة لبرامج الحياة فام.